أهلا وسهلا فيكم مع ديما وقصص النساء. أهلا وسهلا فيكم مع ديما وقصص النساء. اليوم بدنا ندق على باب الفليلة وليلة، كتاب القصص المفضل عندي وقت كنت صغيرة، وكتير متخيلاتي عن العالم الشرقي العربي الفارسي الإسلامي العباسي مستوحى من انطباعاتي وقت قريت هالقصص اللي عبرت الزمان وتحولت مع كل شخص شارك بروايتها، ولكن حافظت على طابع فينا نقول عنه موزايك الإنسانية بالشرق بهداك الوقت واللي نجحت بنقله وإيصاله عبر العصور. هلأ الفيديو الماضي عن خناتة بنت بكار ذكرتني بخيزران أم الخليفة العباسي هارون الرشيد. ومين بيقول هارون الرشيد؟ شو بيقول؟ بيقول ألف ليلة وليلة. أنا هيك نوعي، بحب لاقي connections، يعني نقاط تشابه بين تصرفات البشر عبر الزمن والحضارات، يمكن لأنه بأمن أنه البشر سواسية وطبيعتهم واحدة، بتختلف فقط باختلاف البيئة والطبيعة اللي نشأوا فيها، وطبعاً حسب شخصية كل فرد. في نقاط تشابه بين خناتة وخيزران هي كونهم نساء متميزات ذوات شخصيات قوية وطموح سلطوي، تزوجوا حكام أقوياء، خناتة من مولاي إسماعيل بالقرن السادس عشر وخيزران من الخليفة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين بالقرن الثامن الميلادي. اثنين لعبوا دور كبير بوصول أبنائهم إلى السلطة، وهون بوقف التشابه بين الإمرأتين وبيبلش الفرق. بينما خناتة وقت ابنها مولاي عبد الله رفض مشاركتها بالسلطة قررت الاعتزال، الذهاب إلى الحج والاعتناء بحفيدة لتحضيره للسلطة، خيزران تصرفت بطريقة مختلفة تماماً. خيزران كانت فتاة أصلاً من اليمن أهداها الخليفة جعفر المنصور لابنه المهدي، كانت متعلمة كتير حلوة جميلة شديدة الذكاء وقوية الشخصية، عطته ثلاث أبناء. كرم المهدي كان معروف بالكرم، وكانت الدولة العباسية كتير غنية، عيشوها بطرف لا يعقل في بغداد، كتب عنه المؤرخين وطبعاً منلاقيه بصفحات ألف ليلة وليلة. حب المهدي وجعل منها الزوجة الرئيسية ضمن عدد كبير من الحريم، وصلتنا قصصه لليوم، وكانوا أولاده من خيزران الهادي وهارون الرشيد هن المهمين له وهن أولياء العهد. بعد وفاة الخليفة المهدي صعد ابن البكر موسى الهادي للسلطة. بالأول حافظت خيزران اللي تحب السلطة وتتدخل بأمورها على الميزات اللي منحها إياها المهدي، وكانت تأمل أنه توسع سلطانها بحسب منصبها كملكة أم. كان قصرها دائماً ممتلئ بالمريدين والوزراء وأصحاب المناصب العالية بدولة بتأمر وبتعطي وتعمل بالدية، وحتى غضب الهادي وأمره بتوقف عن التدخل بأمور الحكم ورفض تطبيق رغباته، يعني بده يتحرر من أمه. هلأ تحت تأثير حاشيته أراد الهادي سحب ولاية العهد من أخيه هارون وأعطاه لابنه. دائماً غاضب وخصوصاً من أمه خيزران وتفضيلها، لأنه الظاهر كانت تحب هارون أكثر منه هيك يقال، ويقال أنه حاول اغتياله وأرسل له طبق من الرز في السم، بس خيزران حادقة يعني ذكية، عطته لكلب قام أكله وتوفى بعد كم دقيقة. هلأ اللي حصل أنه الهادي بعدين توفى مسموم بعد فترة قليلة، ويقال أنه هي خيزران اللي ردت له السم في الشراب. يعني مثل ما شايفين قصص رهيبة وصراعات حول السلطة بين أم وابنة وأخ وأخو، وصلتنا عبر مؤرخين معترف فيهم كالطبري. صعد هارون الرشيد إلى الخلافة بعد موت الهادي، وحافظت هيك خيزران على سلطتها وعزة وجاهة من خلاله. توفيت خيزران عام 789 من أسباب طبيعية وكانت تناهز الخمسين. هارون الرشيد مشي ورا نعشة رجليه حافين وبالوحل وينعي أمه حتى وصلوا مقبرة الرصافة على ضفاف نهر دجلة، وصلى الصلاة الأخيرة على روح هذه الإمرأة اللي دخلت التاريخ وتركت بصمته عليه بطريقتها. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد من نساء ديما.